قناة الشعب تي في. فهذا البث المباشر مباشرة من مركب مولاي عبد الله في عاصمة المملكة المغربية الرباط. هدف الثالث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. مشاهدينا الكرام، هدف قتيل في الدقيقة 79، هدف ثالث لفريق الجيش الملكي. فريق الوداد يعاني في هذه اللحظات، هدف قاتل للوداد التي كانت على طيلة المقابلة غائبة كل صدق. ماشي هذه الوداد اللي شفناها في العصر، ماشي هذه الوداد اللي ظفرت باللقب السنة الماضية. صدمة 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 عند الجماهير الودادية في هذه اللحظات، وهي سيريا أمام على مدرجات مشجعي أنصار الجيش الملكي. يعني ترقب ودادي هنا، ترقب ودادي بكل صدق. يعني الوداد فقد البوصلة ايضا في هذه المقابلة. السيري 3-0. القلعة الحمراء الودادية تنهار، القلعة الودادية. في هذا الأثناء تنهار القلعة الودادية أمام فريق الزعيم، فريق الجيش الملكي. هستيريا هنا، أقول مشاهدينا الكرام هستيريا بكل ما أوتيت من الكلمة من معنى، هستيريا حقيقية. الجماهير العسكرية يعني لم تتوقف من التشجيع، ما حبساتش مشاهدينا الكرام من التشجيع 90 دقيقة سون زاغي بدون يعني توقف. ثلاثة صفر قاسية على فريق الوداد الرياضي البيضاوي، 3-0 قاسية على الوداد الرياضي البيضاوي، قاسية، نتيجة قاسية، نتيجة قاسية. بكل صدق مشاهدينا الكرام، باش ما نكذبوش على بعضياتنا وما نرميوش الوقت، فريق الجيش الملكي كان حاضر في هذه المقابلة. الرأي ديالك في هذه المقابلة تنشوفوا الزميل أحمد، الرأي ديالك في هذه المقابلة تنشوفوا فريق الجيش الملكي حاضر، أنا تنشوف فريق الوداد يعني غايب، شنو ممكن تقول لي؟ وفي الصراحة يعني حسب مجريات تقريبا 85 دقيقة الآن، الأكيد أن الجيش الملكي قوي، الجيش الملكي منظم، الجيش الملكي يعني هو الكبير، وهذا الشيء معروف لانه كيتصدر البطوله منذ انطلاقتها، كيلعب على الصعيد الافريقي، لكن للاسف الشديد الحاجه اللي ما كانتش متوقعه هو المستوى باش بان الوداد. الوداد يبدو انه فريق تائه، فريق تالف، فريق ربما كيعطي الجماهير ديالو غيعطي علامه استفهام كبيره، خصوصا ان الفريق الوداد وهذه فرصه وداديه لكن لم تصل الحارس المرمى. فكما قلت خصوصا ان الجماهير الوداديه اليوم غتوضع مجموعه التساؤلات محتضنه لهذه المنافسه، هو هذا الملعب هذا
3-0. نتيجة ثقيلة على فريق الوداد باعتباره حامل لقب وباعتباره بطل إفريقيا، إلى أننا كما شفنا فكما قلت في البداية ماشي القوة نتاع الجيش الملكي، القوة ديال الجيش الملكي كانت واضحة منذ بداية البطولة، غادي في واحد التحسن كبير. ربما الجيش الملكي استفاد بشكل كبير من توقف نتاع البطولة المغربية فاش انطلقت، يعني عطات المجال للمشاركة نتاع مشاركة المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم، فاستفاد على ما يبدو أن الجيش الملكي استفاد بشكل كبير من هذا التوقف وخدم على نقاط الضعف ديالو وحسنها، واليوم الجيش الملكي كيعطي رسالة مباشرة بأنه لن يتنازل على اللقب نتاع البطولة وبأنه قادم بقوة نحو ربما الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية كذلك وكأس العرش اللي غيلعب عليه. كاد أن يسجل الهدف الرابع الجيش الملكي، كاد أن يسجل الهدف الرابع وبخطأ من لاعب الوداد للأسف كما قلت، علامة استفهام كبيرة جدا كتوضع اليوم على فريق الوداد، مشاكل تقنية بالجملة، لا يعقل أن فريق بحال الوداد يكون لحدود الآن بلا مدرب، وهذا هو التساؤل اللي مطروح الآن واللي غالبية الجماهير الودادية والأكيد أنهم كيطرحوه، هو المستوى نتاع الوداد لا يعقل ان الدورة التاسعة كان غادي بواحد يعني القوة، ولكن اليوم الوداد ضعيف، بانت بانها ضعيفة، تحتاج الى مدرب في اقرب وقت وتحتاج الى استغلال كل الامكانيات ديالها. تشكيلة الوداد معروفة، اللاعبين في مستوى عالي، هما اللي فازوا بالبطولة، هما اللي فازوا بعصبة الابطال الافريقية، ولكن الموضوع ديالهم وطريقة نتاع اللعب ديالهم فكانت للأسف الشديد اليوم كما قلت كتوضع مجموعة نتاع علامات الاستفهام، استفهام كثيرة في هذا اللقاء. أظن بأن على المسؤولين الوداد يراجعوا الأوراق ديالهم اليوم قبل غدا، خصوصا أن الوداد غتمثل المغرب وغتمثل إفريقيا في كأس العالم القادمة للأندية، والوداد راه عليها واحد الضغط كبير، خصوصا ان الرجاء الرياضي البيضاوي اللي كان مثل المغرب فكان وصل للنهايه هنا في بلادنا، والوداد مطالبه اليوم كذلك انها تستعد باش توصل تمشي لابعد نقطه ممكنه في كاس العالم للانديه، ولما لا النهايه او المنافسه على هذا اللقب اللي غتحتضنه بلادنا. شكرا للزميل احمد على هذه الكلمات، فعلا فريق الوداد في حاجه ماسه الى ترتيب الاوراق ديالو، فعلا فريق الوداد في حاجه ماسه الى التفكير العميق لكي يعود ويسعر في البطوله. يعني محاوله وداديه لكن الدفاع دفاع كل سكر. فريق الجيش الملكي اليوم دقيقة 89 من تنفذ الركنية لكن ضعيفة، والو تسديدة تطيع على المحاولة فريق الوداد الرياضي البيضاء. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر. السلام عليكم.